الانتاج المحلي تكافأ. والجد جاهز ينطلق متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام الشوط الخامس 1200 متر الخيل المهجنة الأصيلة الانتاج محلي انطلاقة قوية لخمس من الجاد المهجنة الأصيلة فعلا الصدارة والمركز الأول مع مزرعة الوسمية والجواد بطاش ليستدى مزرعة الوسمية بقيادة ألي دفريز. المركز الثاني المنصور لمشعل بن علي العطية في اندفاع قوي مع ريتشارد مولن. المركز الثالث يبدو لي أنه متوسط أو مناير على ثالث المراكز مناير في اندفاع قوي فعلا مناير وأميرة القلوب على رابع المراكز متوسل يتراجع. إذا متابعين الأعزاء مشاهدين كما نشاهد عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول الصدارة مع بطاش لسيد مزرعة الوسمية في اندفاع قوي. المنصور الآن مع ريتشارد مولن في اندفاع قوي الآن أيضا من الجهة الخارجية الخط المستقيم باتجاه خط النهاية متوسل أو بطاش على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولات مع متوسل من الجهة الداخلية متوسل وأيضا المنصور في محاولة من الجهة الخارجية لكن بطاش على المركز الأول بطاش لمزرعة الوسمية على الصدارة متوسل في محاولة قوية والمنصور على من الجهة الخارجية الصدارة مع بطاش متوسل يحاول والجهة الخارجية مع المنصور بطاش إلى مزرعة الوسمية فعلا متابعينا الأعزاء. إذا تجي نهاية متابعينا الأعزاء مشاهدين الكرام المركز الأول اللي رقم ثلاثة الجواد بطاش اللي أستدى مزرعة الوسمية. المركز الثاني اللي الجواد المنصور لسيد مشعل بن علي العطية. المركز الثالث اللي متوسل لسيد باتريك ألكسندر نيكولا. والمركز الرابع أميرة القلوب لسيد علي راشد الأرضي المري. تهانينا والف مبروك.